في دوري، انت النهارده رايح تلعب باباو، بتجمع اللعيبه قبلها بثلاث ايام وعندك ظروف. احنا استثنينا لعيبه نادي الزمالك للظروف طبعا ان هم هيلعبوا وحصل فيه مباراه، تفاهم على طول، ما كانش فيه مشكلة يعني. تفاهم سيء جدا جدا ولا كان في اي مشكله خالص. وبالعكس احنا كل ده ينطبق على كل الانديه، الانديه اللي هي حتى يمكن انا لما اتكلم معايا كابتن نايم يونس واتكلم معايا كابتن حماده انور لما كلموني وقالوا لي ان احنا عندنا مشكله ان المباراه يوم 7 التحديد حصل، عرضت الموضوع طبعا على كابتن شوقي وكابتن حسن فريد، والناس ما كانش في اي مشكله خالص. لان احنا لما بدانا نفكر بالمنطق لقينا ان طبعا صعب ان اللعيبه تيجي تلعب يوم 5 وترجع تلعب في الكونغو او في الكونغو غالبا، يوم يلعبوا أنجولا. في انجولا يرجعوا يلعبوا يوم 7، فاعتقد ان كان الموضوع صعب جدا. فبالتالي دورنا على ان لا هيبقى صعب طبعا ان اللعيبه دي تيجي معانا وبعد كده تروح تاني، فالموضوع انتهى سريعا وكابتن شوقي خد القرار ان خلاص ما فيش مشكله هنستثنى لعيبه الزمالك من الماتش. في كلام كتير احمد بيطلع ان في حساسيه ما بين كابتن احمد حسن وكابتن شوقي غريب، يعني احمد مش عارف، لا في حاجه مش عاجباه هنا، المتحدث الرسمي مش المتحدث الرسمي، برضه وضح لنا الموضوع ده احمد، يعني اطلع لنا الشك باليقين. هل لا لا احمد خالص حسن متضايق على موضوع المتحدث الرسمي وفي المؤتمر مش عارف قال ايه فكابتن شوقي زعل؟ لا 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 خالص والله ما فيش. يعني بص هو احنا لسه ما اشتغلناش ولسه ما عملناش حاجه، والحمد لله التفاهم موجود والترابط موجود بيننا وبين بعضينا. بس هو الناس طبعا اوقات كده بتبقى عايزه تعمل اي مشكله من لا مشكله وخلاص. يعني الموضوع كله كل واحد بيشتغل في اطار، وانا حتى النهارده يمكن اطرح السؤال ده قلت يا جماعه خلاص، يعني الموضوع ده بينا بنتكلم فيه اكتر من لازم. يعني احنا يعني طول الماتشات انا وكابتن شوقي موجودين مع بعضينا، ومع ذلك الناس بتقول في مثلا خلافات بيننا وبعضينا، كل واحد بيمشي في اطاره. وانا حتى قلت احنا كلنا جايين هدفنا واحد، هدفنا ان احنا نستعيد مكانه منتخب مصر تاني ونرجعه لمكانه الطبيعي، ده الهدف اللي احنا جايين عشانه. لان النهارده لو حسينا ان احنا بنختلف في النهايه الفشل هيبقى لينا كلنا، مش يعني هيبقى الفشل للجهاز كله. فكل واحد ماشي في اطاره بتنظيم بالشكل الكويس، لان اعتقد ان برضه لو ما فيش التجانس اللي موجود ما اعتقدش ان احنا يعني هتبقى الامور هاديه بيننا وبعضينا، ونقدر نجمع لعيبه ونقدر نختار لعيبه ونقدر نطلع برنامج ونوضح كل الامور للناس كلها. كل واحد ماشي في اطاره ما فيش اي مشكله خالص. انت احمد مثلا بتروح تتفرج على الماتشات بتقول للكابتن شوقي حاجات فنيه؟ طبعا اكيد مش ممكن تبقى قاعد مدير منتخب ما تتكلمش فني، اكيد هتتكلم فني اكيد يعني. طبعا اصلا مش فني يعني، ده لعيب كوره يعني مش انا وعميد اللعيب العالم يعني بالظبط يعني. يعني بتقول له الولد ده كويس لا خده يعني طبعا لا ما بقولش. بص انا عاوز اقول لك الحاجه، انا ممكن الكابتن واحنا مثلا واحنا موجودين انا ممكن مثلا بشوف لاعب كويس بشوف مش عارف ايه بحس، فبتكلم طبعا معاه بقول له ده لعيب كويس ده مش عارف ايه. انما حته الاختيارات حق اصيل الجهاز الفني بالكامل، انا ما دخلش فيها. دي جات لك كده انت ما تعرفش عنها حاجه؟ مش ما جاتش، لا طبعا الكابتن شوقي بيتكلم معايا بس هو مش مساله ان انا بقول له ده كويس ده مش كويس، لا طبعا بنتكلم، ولكن هي الاختيارات هو حق اصيل ليه هو طبعًا. بالكامل والفني. يعني دي انا امور ما بدخلش فيها خالص، انما واحنا قاعدين بنتفرج على المباريات اكيد طبعا بنتكلم فنيات. حتى لو لعيب غلط، حتى لو يعني قصدي مثلا القايمه اللي طلعت النهارده 22 لعيب، انت كان فوجئت بحد مثلا كنتش تتوقع انه يكون موجود، ولا كل اللعيبه دي كانت مش فوجئت؟ بس انا في لعيبه كتير انا ما كنتش يعني ما كنتش مش ما يعني مش ملم بيها يعني مش ملم طبعا. هو الجهاز هو لما قعدوا مع بعضيهم ساعه المحترفين بدا كل واحد يطرح يقول احنا احتياجاتنا ايه والكلام ده وكده، ونفس الشيء برضه في اللعيبه اللي هم المحترفين داخليا، عشان خلينا نقول كلهم طبعا لعيبه محترفين، كل واحد طرح الاسماء والكلام ده وكده. يمكن انا كنت على علم ببعض اسماء، ولكن طبعا احنا كجهاز حريصين ان احنا يتعلن الموضوع في ميعاده، وفي اسماء تانية طبعا كان الجهاز هو اللي اختاروها، وفي ظروف كمان، لان خلي بالك انت برضو خماسي او اربع لعيبه او خمس لعيبه كانوا موجودين من الزمالك، فانت لما ما كانوش موجودين حطيت بدائل ليهم بالظبط. الحاجه التانية كان في لعيبه تانية بايظ بشكل كويس، ودي نقطه برضو انا عايز اطرحها، ان في لعيبه بايظ بشكل كويس بس احنا كان عندنا مشكله ان احنا موضوع التأشيرات مش سهله بالنسبه لنا. احنا خدنا تأشيرات بالظبط، فبتاخد حوالي من 15 ل 20 يوم، فخلتنا ما بقيناش عارفين حتى ان احنا نجيب نلحق مثلا او حد جديد مثلا يعني. في ناس بشكل ممكن في ناس في ناس ظهرت الفتره اللي فاتت في ناس، وفي ناس هيكون ليها دور الفتره اللي جايه زي مثلا ممكن حازت اعجابكم الفتره يعني الاسبوع اللي فات ده. خليني يعني انا مش عايز اقول اسماء، انما في وفي لعيبه يعني تديهم تحفيز الناس دي. الدور ده خلي يعني خلي خلي ماشي. الدور ده دور الجهاز الفني هو اللي اتكلم فيه، انما انا بقول لا والله عادي يعني ما فيش مشكله، بس ده صح فعلا. انما في لعيبه كتير لعيبه كويسه
يعني من ضمن الناس مثلا احنا عندنا مثلا كابتن شاوي اتكلم عليهم النهارده، ابراهيم صلاح وكهربا واحمد حسن، وقال ان الناس دي هيكون ليها دور الفتره الجايه، ولكن انا شايف ان انا برضو عايز اشوف اللعيبه اللي جوه مصر عشان اقدر اقف على مستواهم في الدولي والكلام ده وكده. وفي لعيبه كتير ما شاء الله ماشيين بشكل كويس. مش معنى ان انا النهارده لعيب مش موجود معايا مش معنى ان هو خلاص ان هي دي القايمه المقفوله والكلام ده وكده. لا، منتخبات انت عارف كمان ان كل شويه بيظهر لعيبه وبيتغير دايما لعيبة. اول فتره غير ما بتبقى في الاخر، يعني دايما صبح فاكر واحد بيلعب اما من التجمع الاول تلاقي التجمع الاخير مثلا الناس ثانيه خالص بالظبط يعني بالظبط. ودي حقيقه، في لعيبه كتير بتغيب، وفي لعيبه كتير اصابات، وفي لعيبه مستواها بيقل، وفي لعيبه هترجع تاني اللي كانت موجوده قبل كده. فاقصد ان 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 في متغيرات بتحصل، ولكن المرحله دي هم ال 22 اسم. المرحله اللي جايه ان شاء الله يبقى موجود ناس ثانيه. طيب خلينا نروح